السلام عليكم ورحمة الله. سماحة السيد سيد المقاومة العبد الصالح انتقل إلى جوار ربه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما مستبصرا مؤمنا ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة والشهداء. لقد التحق سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظماء الخالدين الذي قاد مسيرتهم نحو 30 عاما، قادها من نصر إلى نصر، مستخلفا سيد الشهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان عام 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر سنة 2006 وسائر معارك الشرف والفداء وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم. تعازينا الحارة لصاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وتعازينا لمراجعنا العظام وعلى رأسهم السيد علي الحسيني السيستاني وتعازينا الحارة لقائدنا الثوري السيد علي خامنئي وتعازينا الموصولة للشعب الصابر الشعب المجاهد المضحي المنتصر اللبناني الشقيق. ونعزي أنفسنا بفقدنا لك يا سيدنا المفدى، ولكن والله ثم والله ثم والله لن يمحو أمر المقاومة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون، وقطعا سننتصر. نصر الله شهيدا على طريق القدس، هذه هو محور التغطية لهذا اليوم. معي ضيفي في الاستوديو الأستاذ نبيل العزاوي باحث بالشأن السياسي. أستاذ نبيل أهلا بكم، وعظم الله لكم الأجر باستشهاد سيدنا وسماحة السيد حسن نصر الله. ماذا هي كلمتكم بهذا الموقف لهذا اليوم؟ أولا أعزي نفسي وأعزي الأمة الإسلامية وكل أحرار العالم في بقعة الأرض والمعمورة بهذا المصاب الجلل. أقدر كل ما مشاعر وأقدر كل ما يعني خلجات الإنسان حينما يعبر عن هكذا موقف يفقد الأعصاب ويفقد حقيقة ما يقول، ولكن دعيني أقول إذا مات الولي فلا تموت الولاية، وإذا مات المرجع فلا تموت المرجعية، وإذا مات الإمام فلا تموت الإمامة، وإذا مات القائد فلا تموت القيادة، فالقيادة موجودة ومتجذرة وباقية. نحسبه عند الله شهيدا وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أكيد طريق الأحرار، طريق الشهداء منذ استشهاد السيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وإلى آخر المسيرة من استشهاد أكيد أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني وروحاني ورفقائه. وأكيد اليوم إحنا يعني بشرنا استشهاد سيد حسن. اليوم سيد حسن هو نقطة انطلاق وقوة لحزب الله، برأيكم؟ إذا كانت الشهادة لا تليق بنصر الله فبمن تليق؟ هو في كل خطبة وفي كل موقف كان يسجل موقفا تاريخيا، وكانت لا تنزل من فمه كلمة الشهادة. فالذي يسير بهذا الدرب فأكيد ينتظر هكذا مصير. السيد نصر الله هو ليس رجل مقاومة بلبنان، هو يمثل كل مقاومة العالم. اليوم لاحظي قبل أن أدخل الاستوديو هنالك كل العالم في موكب عزاء وكأنه العزاء واحد، وكأنهم فقدوا وفعلا هم فقدوا شخصية لا تعوض. أب روحي للجميع هو سيد حسن، ولذلك هي القضية هي ليست قضية ألم وليست قضية حزن بقدر ما هي قضية فقد لقائد مهم وعماد من أعمدة المقاومة الإسلامية. لكن تسأليني بهذه الضربة وبهذا هذا الإجرام وهذا التوحش حينما يستهدف سيد المقاومة، هل ستنتهي المقاومة؟ لا، بالتأكيد ستزداد قوة وستزداد عزيمة. ولاحظي وقرأت بيان حزب الله كان يؤكد على الاستمرار وعلى الوفاء بهذه الدماء الزكية الطاهرة. أنا أعتقد أن الساعات القليلة القادمة سنشهد شخصية ستكون هي الأمين العام لحزب الله، لأن القيادة تتجدد عفوا ولا تنتهي، ولذلك نحسبه عند الله شهيدا وأكيد هو شهيدا بجنة الخلد.
منذ الأخبار يوم أمس بالاستهداف الصهيوني، وإلى هذه اللحظة المقاومة لم تكف عن أكيد نشر انتصاراتها واستهدافاتها بالإطلاقات الصاروخية المستمرة، والكيان أكيد هو يعتم عن هذا الموضوع، والمقاومة مستمرة إلى هذه اللحظات برشقات صاروخية مختلف المناطق. شبه أنه ماكو منطقة اليوم أو مكان عسكري في إسرائيل لم يستهدف لحد الآن. يعني إذا استطاعت القوة العدوان والاستكبار العالمي أن تقتل وتبيد وتهجر لكنها لا تنهي القضية، فلسفة الحياة علمتنا بأن هذه المقاومة هي الأقوى والأجدى. 76 سنة إحنا ندفع ثمائن وضرائب، وكانت إسرائيل هي التي تبادر وتقتل وتأتي وتنتهك وتضرب المدن. لأول مرة من 76 سنة ندك عمق الكيان الغاصب بأسلحة نوعية. واستذكر الآن أقول للمرحوم أحمد ياسين، يقول سيأتي، هذا طبعا قبل 40 سنة، يقول سيأتي اليوم الذي ستتغير الحجارة إلى آلة، وفعلا نبوءة المرحوم أحمد ياسين تحققت. اليوم هذه الآلة العسكرية التي أحدثت الرعب والفوضى داخل الكيان الغاصب، نتكلم عن 2 مليون مستوطن يهودي تحت الملاجئ يخشون نوعية الرد وشكل الرد. شدة الخوف في 18 شخص من الكيان توفوا نتيجة التدافع إلى الملاجئ في اليوم الواحد. مئات الغارات، هم بالتأكيد أكيد يعلنون عن غاراتهم، لكن قبل التفصيل بهذا الموضوع، كيف قرأتم بيان آية الله العظمى السيد علي خامنئي صباح هذا اليوم؟ أكيد أنا أشوفه هو بمثابة خارطة الطريق بما بعد الاستشهاد. نعم. وكأنه يفصل لدينا أن المقاومة لن تنتهي، وكأنه يقول بأن القادم هو أقوى فعلا. وأن يعني التجديد في هذه القضية مهم جدا. إذا ذهب القائد سيأتي قائد آخر، وسيكون هنالك دربا جديدا، درب النضال، درب التحرر، يمكن بآلية جديدة بعنوان جديد، لكن أكيد ستكون هنالك مقاومة من نوع جديد. اليوم الكل في رعب، الكل في صدمة. نعم هم استهدفوا أحد القادة الذي لا يتكرر، لكنهم لم يستهدفوا الفكر والعقيدة والإيمان بالمبادئ. هم يخشون نوعية الرد وشكل الرد. صحيفة الجورنال الفرنسية قبل ساعة تطرقت إلى هذه القضية، وأنا يعني ركزت وأخذت هذا العنوان. نعم. لأنه يتحدث بأنه كيف هي المآلات وكيف يمكن أن تكون الأمور بعد استشهاد السيد نصر الله. ما هي رؤيتكم لما بعد استشهاد السيد؟ أنا أعتقد أن هنالك مفاجآت ستكون صادمة من قبل حزب الله، الذي كان في بيانه واضح. نعم. وكان ببيانه يعطي الرسائل والمضامين بأن القادم سيكون هو شكلا ومضمونا. السيد علي خامنئي قال مصير المنطقة يتحدد بقوات المقاومة وعلى رأسها حزب الله. حينما يشخص آية الله الخامنئي بأن مصير المنطقة من يحددها المقاومة، فاعلمي سيدتي الكريمة أن هنالك متغيرات ستغير من خرائط السياسة التي أرادها الكيان الغاصب أن تكون فعل، وأن تكون هي المسيطر والداعم والرئيسي في هذه المنطقة. لكن المرحلة ستكون هنالك متغيرات جديدة. نوع الرد أنا أعتقد سيكون هو ليس الرد الكلاسيكي، ستكون هنالك وحدة ساحات حقيقية. وبالتالي أنا أعتقد أن اليوم الكيان الغاصب استهدف السيد نصر الله، لكنه لم يستهدف الملايين الذي في كل قلب مؤمن هو نصر الله موجود. وبالتالي أنا أعتقد أن القيمة الحقيقية هي ما خلفه الشهيد نصر الله من هذه الخرائط السياسية التي كان يرسمها ويوظفها بالتوظيف الصحيح، وبالتالي فالقيمة المعنوية موجودة. نعم. وأعتقد أن القادم سيبشر بخير بالنسبة لأبناء المقاومة. الكيان الصهيوني اليوم في هدف تحليل لبيان المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، اليوم في التحليل لكل كلمة للسيد، اليوم تكلم السيد يعني رؤوس أقلام مهمة جدا. أولها الكيان الصهيوني أصغر من أن يوجه ضربة مهمة للبنى حزب الله القوية
يقصد بالبنى التحتية لحزب الله والتسلح على حزب الله، إشارة إلى أن الكيان الصهيوني تكلم عن مطار بيروت وقال بأنه نمنع الطيران لأنه خشيت أنه طائرات مسلحة تأتي من إيران أكيد لي يعني لمؤازرة حزب الله. هذه الرؤية أنه الحزب الله أنه مجهز، هل سيحتاج إلى إمدادات أخرى حزب الله؟ حزب الله يمتلك من الترسانة العسكرية ما لا يمتلكه أي فصيل مقاوم. نعم. حزب الله حينما كان يقاتل في الجبهة الجنوبية وكان يراوغ في الجبهات الأخرى كان يعلم علم اليقين بأن العدو الغاصب هو عدو يمتلك من القدرة والآلة العسكرية ويمتلك كل شيء، ويمتلك كذلك البروباغندا الإعلامية ويمتلك آلة التشويش والقتل، وتذكرين في قضية البيجر حينما استهدف حتى الاتصالات. هو مجهز لكل شيء وحاضر، ونعتقد أن الترسانة الحقيقية ستكون حاضرة خلال هذه الفترة وسيفاجئ بها الكل، وحين يعلم أن الذي فعله الكيان الغاصب سيكون ردة فعل، لأن كل فعل قباله ردة فعل، وأعتقد ردة الفعل ستكون أكبر من فعل الإجرامي الخبيث الذي ارتكبه الكيان الغاصب. ينضم معنا الأستاذ خليل القاضي باحث بالشأن السياسي من بيروت. أهلا بك أستاذ خليل، عظم الله أجركم باستشهاد سيدنا المفدى السيد حسن نصر الله، كيف تلقيتم نبأ استشهاده؟ مساء الخير وعظم الله أجركم وأجور المشاهدين وأجورنا بمصاب باستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله. بالتأكيد خبر استشهاد سماحة الأمين الشهيد السيد حسن يعني خبر ثقيل على النفس، ولكن يحمل في طياته بشرة النصر القادم، وكأني بسماحته يقول كما قال جده علي بن أبي طالب: فزت ورب الكعب. ولكن المسيرة ستستمر كما كان يقول سماحته دائما، بأن لو قتلنا جميعا لو نعم. أستاذ خليل تسمعنا؟ نعم سنعود لك أستاذ خليل. أكيد بمشاعر صعيبة اليوم على الشعب اللبناني، لكن اليوم بصدد الحديث عن بيان السيد علي خامنئي تكلم عن أنه هذه العصابات الإرهابية الصهيونية اليوم مستمرة منذ عام باستهداف المدنيين العزل والأطفال والنساء، وهذا هو بنك أهدافهم من غزة إلى أيضا لبنان، لكن هذا لا يؤثر على البناء الصلب للمقاومة أو يدمرها. أكيد أن اليوم الآلة العسكرية الإجرامية تقتل النساء والأطفال، وبنك أهدافها هم المدنيين، ولاحظ المجازر الوحشية التي ارتكبت في قطاع غزة. نعم. والتي أنا أسميها إرهاب وليس هو إجرام، حينما نوصف إرهاب يعني هو متكامل الجريمة، هنالك مجرم وهنالك ضحية. مساواة الضحية بالجلاد مع الأسف ليس من المنطق والعدل الإلهي، حينما يقولون جيش الدفاع وهكذا يسمون جيش الدفاع الإسرائيلي، عمن تدافعون وما هو آلة ما هي الآلة التي تدافعون؟ يعني نتكلم عن الفسفور الأبيض، نتكلم عن كل المحرمات التي استخدمت في هذه الحرب العبثية. لكن دليل ذلك أنه المناطق المحيطة بالضاحية الجنوبية وصلتها الروائح اليوم صباحا، وقلنت هذا الموضوع بفيديوهات، سنكمل الحديث أستاذ نبيل، لكن عاد معنا أستاذ خليل القاضي من بيروت، وأكيد بصدد تعازينا الحارة بكيف تلقيتم النبأ وأحوال اليوم الشعب الفلسطيني بهذه اللحظة، الشعب اللبناني وأكيد الفلسطيني بهذه اللحظات. أعود وأكرر، عظم الله أجركم وأجرنا بمصابنا باستشهاد الأمين الشهيد السيد حسن نصر الله، الذي كأن به يردد ما عبارة جده علي بن أبي طالب، الإمام علي بن أبي طالب: فزت ورب الكعبة. فهذه الشهادة كان يتمناها وقد نالها بأشرف طريقة، بأنه قتل على يد قتلة الأنبياء، قتلة الرسل، هذا العدو المجرم. بالتأكيد هو خبر يعني ثقيل ومتعب للنفس،
ولكن يبقى العزاء بأننا أمة علي بن أبي طالب وشيعة علي بن أبي طالب الذين سيستمرون في فعل المقاومة، لأن المقاومة قد نخسر قادة وقد نخسر أحباء، ولكن المقاومة هي فكرة والفكرة لا تموت. سماحة السيد نصر الله طوال عمره الشريف قضاه في تعزيز فكرة أننا قوم سننتصر، وفي خطابه الأخير قال قطعا سننتصر ببركة دمائه ببركة دماء الشهداء سننتصر. بالتأكيد فقده وخسارته في هذه المرحلة الدقيقة من عمر لبنان وعمر المنطقة وعمر العالم يشكل ضربة قاسية، ولكن كما كان أيضا يقول اليأس هي ثقافة الأشخاص الغير مؤمنين وشخص والضعفاء، لا يأس، لا يمكن لليأس أن يتسرب إلى قلوبنا وإلى نفوسنا، ولكن لا يمكن أيضا إلا أن نقر بأن الخسارة كبيرة وخسارة فادحة. المرحلة التي دخلنا فيها في لبنان وفي المنطقة هي مرحلة جدا مهمة وجدا خطيرة، وقد تفتح المنطقة على أبواب كبيرة جدا. بالتأكيد سيكون هناك لهذا الاغتيال ولهذه الشهادة تداعيات كبيرة ستغير وجه المنطقة. نعم. لكن تداعيات هذا الاستشهاد على حزب الله هل سيزيده عزيمة وشجاعة وتضحية مستمرة؟ بالتأكيد هذا الاستشهاد وتداعياته على شباب حزب الله، حزب الله الذي قدم أمينه العام الثاني السيد عباس الموسوي قبل 32 عاما شهيدا على يد نفس العدو، ها هو واستمر وتنامت قوته وقدراته خلال هذه السنوات العقود الثلاثة الماضية. بالتأكيد بعد استشهاد سماحة السيد نصر الله ستتعاظم قوته، والشباب شباب المقاومة لن تلين عزيمتهم حتى وإن يعني تضع يعني الحزن أمر إنساني وأمر طبيعي، الفقدان أمر أساسي، ولكن هذا الأمر لن يؤثر على بنية المقاومة وستستمر المقاومة بإذن الله تعالى. نعم. نعم. الآن على الشاشة العتبة الروضوية المقدسة خرجت بناسها معزية. اليوم كيف نقف إلى جانب المقاومة وندعمها من أماكن؟ اليوم إحنا إعلاميين، اليوم إحنا مجندين خدمة للمقاومة، هذا أكيد، لكن برأيك كيف ممكن أن يتعامل الجميع لإسنادة للمقاومة؟ أنا أشوف هنالك استنفار شعبي كبير. يعني اليوم شفت أنت حضرتك الدولة العراقية يعني أعطت الحداد 3 أيام على هذا المصاب الجلل، كل الفعاليات السياسية، كل المكونات سنة شيعة أكراد استنكروا وما حدث، البيانات كانت واضحة، الكل في قولب في قالب واحد يعزون العالم الإسلامي بهذا المصاب الجلل. وأعتقد أن هنالك ستكون فعاليات كبيرة خلال الأيام القليلة القادمة للتنديد ما حصل، وستكون هنالك مظاهرات عارمة أكيد، وإقامة العزاء بكل مكان. نعم، قبل قليل خرجت في اليمن في بيروت مظاهرات كبيرة، وأنا أعتقد أن هذه المظاهرات سوف تؤتي بأكلها من خلال أن توصل الرسالة الكبيرة للعالم. ما عاد العالم، يعني أنا أتذكر كلمة للسيد السوداني في الجمعية العمومية بنيويورك يقول العالم أصبح على المحك، كيف يتعاطى مع هذه الجرائم وهنالك سكوت مطبق وكأن سكوت القبور، يعني ماكو أحد يتكلم، وحتى مجلس الأمن يعني ما أريد أسميه مجلس الأمن، مجلس الصمت الدولي لحد الآن حتى بيانات استنكار يعني لا تشفي ولا تبين الحقيقة. مع الأسف هنالك يعني عدم وضوح رؤية، هنالك تعاطي بمكيالين حينما كانت الحرب الأوكرانية الروسية، تذكرين كيف تعاطى العالم وكيف فتح الحدود أمام الأوكرانيين، لكن حينما تكون هكذا جرائم والمجرم يتباهى بهذه الجرائم هنالك سكوت، وأنا أعتقد هذا السكوت غير مبرر. وعلى العالم، وأنا أناشد 57 دولة إسلامية عليها أن تكون بموقف حقيقي، ما عادت بيانات الاستنكار والشجب والإدانة تفي به، يعني العدو الصهيوني ما يلتفت لهذا كله، هو البيان هو المجلس الأمن ما يلتفت ولا المحكمة العدل الدولي يلتفت، راح يلتفت البيانات الاستنكار
القضية يجب أن تكون وقفات حقيقية، يجب أن تنهى هذه الحرب العبثية. وإلا أنا أتذكر مقولة لوزير الخارجية الإيراني يقول المنطقة على برميل بارود، في أي لحظة تشتعل. ويريدون يعني الكيان الغاصب أو نتنياهو يريد جر إيران إلى هذه الحرب بأي طريقة. تدرين الفلسفة والعقلية الإيرانية تعرف كيف يمكن أن تكون هنالك هندسة مقاومات وكيف يمكن أن تضرب بالوقت المناسب، لكن إشعال المنطقة الذي يريدونها إذن هي حرب كونية ستكون، والعالم كله سيدفع ثمائن وضرائب كبيرة. قضية الموقف على الحياد أو فلسفة منطق الحياد ما عاد ينفع في هذه القضية. إما يعني لازم تحدد موقفك. إما على الحق أكو حق وأكو باطل. أنت ويا من؟ هاي الدول ويا من؟ خلينا يعني نروح شوف موقفك. لحظة، سيد حسن كان لكل الشعب اللبناني. سيد حسن كان للمسيح قبل المسلمين، ولذلك اليوم المسيح للسنة قبل الشيعة. عاشت إيدش. نعم. يعني هذه القضية جدا مهمة، التفاتة من حضرتك. اليوم المسيح كلهم يبكون. أنا يعني جتني صور قبل قليل عندي يعني أصدقاء من لبنان، والله المسيح في ألم وحسرة يمكن توازي المسلمين وتوازي نفس. يعني ماكو مشكلة، ماكو فرق بيناتهم، لأن هذا الشخص أستاذة لو تطلعين بفلسفة حياته 32 سنة من الجهاد والمقاومة، هو أعطى رسائل ومضامين للعالم بأنه هذا العدو هو عدونا كنا وليس عدو شخص أو عدو، ولن يقف عند فلسطين أو في غزة أو في لبنان. هو لديهم منهج ورؤية وتصور بأنه يسيطر على المنطقة، ومدعوم انت شفتي الدعم الغير محدود من الجانب الأمريكي، ويتباهى بهذا الدعم. وذكر حتى يعني اليوم هواية احنا نتذكر مواقف، بس لازم نذكرها للتاريخ. أتذكر أول زيارة لدعم الكيان الغاصب كانت من بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، حينما جاء لنتنياهو يقول جئتك كيهودي وليس جئتك كأمريكي. شوف الرسالة البالغة المعالم لازم نتلقفها احنا كمسلمين كعرب. الأمريكا اليوم اللي هي برأت نفسها من البداية أنه إحنا ما انطينا الضوء الأخضر للكيان باستهداف لبنان، ولم نكن لنا يد في العملية يوم أمس. أمريكا تحاول، هي الأساس العملية وهي نقطة الانطلاق. لا، هي حتى الطائرات الـ F-16 والـ F-35 حتى الغارات أستاذي يعني 1400 غارة في الجو لبنان. لو نحسب يعني الغارات ممكن للطيارة الوحدة غارتين ممكن. زين، إذا 700 طيارة، هل عد الكيان الصهيوني هذا الكم الهائل من الطيارات إن لم يكن له مع مشترك من مختلف الدول؟ طبعا حضرتك شخصتي قضية جدا مهمة اللي احنا طرقنا لها قبل شوية بالدعم الغير محدود. حينما نتكلم دعم محدود، هنالك سربت الاندبندنت أن هنالك أكثر من 32 مليار دولار. شوف الرقم أستاذ، 32 مليار دولار أعطيت للكيان الغاصب حتى ينهض باقتصاده، لأن هذه الحرب كلفت السياحة، هنالك هجرة عكسية، هنالك هروب من الجيش، هنالك نقمة شعبية، التجنيد إجباري وإجبار التجنيد الإجباري أرشبت. وأغلب أستاذي أغلب الموجودين بالكيان اليوم هم مرتزق، هم مو يهود أصليين. ولذلك أنا ردت أعرج على هذه القضية. أرشبت أحد المدونين الصهاينة يقول هذه العبارة يجب أن نستوقف عندها، يقول ما عادت هذه الدولة هي الحامية لدينا لنا كإسرائيليين، يجب أن نغادر ونبحث عن وطن. نعم. بديل. طيب نشوف رأي أستاذ خليل القاضي بما يخشاه الكيان الصهيوني اليوم بعد استشهاد سماحة السيد. انقلبت الطاولة، وأكيد حزب الله يعد العدة لهجوم قوي، والله أعلم. بالتأكيد سيدتي، ولكن دعيني أعلق بس على مسألتين ذكرهما ضيفك في الاستوديو. أولا، مجلس الأمن ليس مجلس الأمن الدولي، وإنما هو مجلس العار الدولي، وجمعية الأمم المتحدة هي جمعية الصامتين، الصامتين في قبورهم، الذين في القبور ممكن أن يتحدثوا ويتكلموا ويرفعوا الصوت، ولكن الموجودين في الجمعية العامة للأمم المتحدة هم أسوأ من الموجودين في القبور. هذه مسألة. مسألة ثانية بما يتعلق بالاغتيال أيضا، والإشارة التي تفضلت بها حضرتك إشارة جدا مهمة بموضوع الطلعات الجوية للعدو الصهيوني على في سماء لبنان والغارات التي حصلت. عملية اغتيال السيد نصر الله لا يمكن هذه 3 مرات أن تتم دون مساندة أمريكية ودون مساعدة ضمنية ومباشرة
بريطانية، لا يجب أن لا نغفل عن الدور البريطاني الاستخباراتي، لا يمكن هذا الأمر، لا يمكن أن يحصل. بكل جرائم الاغتيالات التي حصلت في الآونة الأخيرة، دعونا نفتش عن الدور الأمريكي الاستخباراتي والدور البريطاني الاستخباراتي. نحن منذ يعني التطورات الأخيرة أو منذ طوفان الأقصى، يعني منذ 8 أكتوبر 2023 هناك يعني تحليق كثيف للطيران الأمريكي في الأجواء اللبنانية، وهناك حتى سماحة الأمين الشهيد في إحدى خطاباته قال ووجه كلامه إلى قبرص وهدد بأنه سيوجه ضربة إلى قبرص. لم يكن المق يقصد قبرص كدولة قبرص، وإنما كان يقصد القواعد البريطانية الموجودة في قبرص، وأنه يحذر الحكومة القبرصية من السماح للقوات البريطانية. هل كانت صدفة أن يصل قبل 24 ساعة من العملية التي نفذت على الضاحية بالأمس واستشهد من خلالها سماحة الأمين الشهيد، أن يصل 700 عسكري بريطاني إلى 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 قبرص؟ هل كانت صدفة؟ ليس هناك صدفة بالسياسة، ليس هناك صدفة بالأمن، ليس هناك صدفة. هذه المسألة مسألة جدا دقيقة وجدا خطيرة. لذا يعني ما نشاهده ونتابعه علينا أن نكون جدا حذرين. المقاومة عدت الرد وسيكون هناك رد، ولكن كما قال سماحته رضوان الله عليه، يواش يواش. هل الآن نحن، دعيني أقول لك سيدتي العزيزة، نحن الآن عشية 9 من محرم، عشية خطاب الإمام الحسين إلى أصحابه. إما نحن على الثبات، إنه يوم الثبات، الثبات على الولاية، وليس الثبات فقط لولاية السيد حسن نصر الله أو السيد علي الخامنئي، الثبات على ولاية لأمير المؤمنين. نحن على يوم ليلة 9 من محرم، إما أن ننتصر وإما أن ننتصر، وقام قال سماحته رضوان الله عليه قطعا سننتصر. لذا علينا أن نترقب، وكان دائما يقول في كل خطاباته خلوا عينكم على الميدان. صح، ما أكيد تذكر كلام السيد والعمل به من قبل المقاومة أولا ومن قبل الشعب أيضا. استشهاد السيد لا يعني أنه الموضوع انتهى، لا، بل زاد واستمر، لكن أكيد هو فقده صعب على الجميع. اليوم السيد خليل تكلم عن الرد سيكون أواش أواش ككلام السيد رحمة الله، أنت شو تقول أستاذ نبيل؟ أكيد أنا أذهب إلى أن الرد يمكن أن يكون على مراحل أو تبعات، أو يكون مفاجئاً بحيث لا يتوقعه الكيان الغاصب. القضية يمكن مرات الاستعجال في الرد ينهي الرد، ولذلك حينما تكون هنالك فلسفة في الرد والتعاطي مع الرد بحنكة وحكمة عقلانية، هو هذا الرد بحد ذاته. هذا الذعر بإسرائيل هو رد، هذه اليوم الهجرة العكسية من الكيان الغاصب هو رد، انهيار الشيغل الإسرائيلي اللي وصل أدنى مستوياته من أكثر من 60 سنة، هذا هو الرد. لذلك كل هذه الأمور هي رد غير مباشر، لكن الكل ينتظر ردا مباشر. أعتقد أن الانتظار هو سيحدد معالم هذا الرد. العمل دائما بكلام السيد. نعرف اليهود يدرسون أطفالهم بكره الإسلام والمسلمين من أول السنوات الأولى للدراسة. اليهودي يكبر معاه الحقد والكره للعرب، واستمر وكبر هذا الموضوع إلى المعاداة، ومستمر الموضوع معهم، عندهم عرق دساس لهذا الموضوع. مع ذلك المقاومة بكل فصائلها بكل أنواعها ما استهدفت يهودي واحد عز مدني لم يكن جيش أو كيان للصهاينة. استهدف هذا المنطلق، هذا اللي معروف أنه السيد حسن أبد ما استهدف طفل أو امرأة أو إنسان مدني من اليهود. العمل راح يكون مشابه لذلك.
يعني هذا اللي تفضلتي به هو اكيد هو اللي يمتلك عقيده، المقاومه الاسلاميه عندها عقيده، لكن الجانب الاخر ما عنده عقيده. صح. وشوف شلون تماهى بالقتل والدم والابرياء والاطفال، لا عقيده ولا اخلاق ولا اي شيء، مجرد من كش. كل الخطوط الحمر اجتازها وماكو بعد اي خطوط حمر، ولذلك القضيه هي قضيه مبادئ وراحه المبادئ. نعم. طرقتي الى قضيه الكره والمعادات. صح. اللي هم يعلمون ابنائهم. انا اتذكر قبل 9 ايام كان مؤتمر انتخابي لترامب، التقى بالجاليه اليهوديه بالولايات المتحده. نعم. تدرين ايش قالهم؟ قال لهم اذا تريدون ان تبقى الدوله اليهوديه او يبقى هذه الدوله المزعومه يسموها دوله فانتخبوني. شوفي هم يستشعرون بان الدوله اصابها الوهن والضعف وبدت تنخر من جراء هذه الصدمة والرعب الذي حصل وهذا التعاطي مع الأحداث. ولذلك حينما يخاطب ترامب الرئيس المفترض خلينا نسميه، يخاطب اليهود بأننا إذا انتخبتوني أنا أحفظ لكم الدولة، يعني هو يعلم أو يعلمون بأن الدولة ماضية للنهاية. وهذا شوف حتى بالانتخابات الرئاسية بين ترامب وكاميلا صياح وعراك بيناتهم، لكن هم اثنينهم متفقين انه يدعمون الدوله، يتفننون في كيفيه الدعم حتى يعطون الرسائل للاخر باننا مع هذه الدوله وبقاء هذه الدوله حتى يبقى هذا الورم السرطاني يهدد الشرق هذا الورم الأوسط. اللي حاول هتلر، انت اكيد ملم بالتاريخ انه قتل كل اليهود، ويعني بمعنى النص انه قال تكلم انه بيوم من الايام راح تلوموني ما قتلت يهودي واحد وبقيت يهودي واحد، حاول ان يقتلهم جميعا ليعرف هذا العرق ومصير هذا العرق. احنا اكيد بصدد استشهاد السيد حسن، واليوم اكيد اهل مكه ادرى بشعابها، والسيد خليل اكيد بدرايه كامله باكيد المسيره الجهاديه للسيد حسن. يا ريت انه تسمعنا بمسيره السيد، من هو سيد حسن نصر الله؟ يعني يعجز الكلام عن مسيرة السيد حسن. السيد حسن الذي بدأ مسيرته من هنا من بعلبك من الحوزة العلمية مع زملائه وإخوانه سيد عباس وبقية المجموعة التي أسست، وهو الذي رتب وجهز ونسق وأقام الجسم الإداري حزب الله، ومنذ وكان الخادم لهذا النهج والمؤمن والمستبصر كما ورد في البيان الناعي، لأن بأن مصيره هو الشهادة، لأن ما قام به أزعج خصومه وأعداءه من اليهود والأمريكيين والبريطانيين. السيد حسن نصر الله لا يمكن اختصاره لا ببضعة كلمات ولا بضعة أسطر. سيكتب التاريخ عن هذا الرجل وماذا صنع هذا الرجل. هذا الرجل صنع تحولا حينما استلم قيادة حزب الله قبل 32 عاما، والآن باستشهاده سيصنع تحولا آخر. السيد نصر الله سيدة العزيزة يعني أحبه الصغير قبل الكبير، وأحبه الشاب قبل المسن، أحبه جميع أبناء لبنان وجميع أبناء الوطن العربي، المواطنين في لبنان كما تفضلت سواء كانوا سنة أم شيعة أم طائفة الموحدين الدروز. قد يختلفون مع السيد نصر الله بالسياسة، ولكن كلهم مجمعون على أن هذا الرجل كان وطنيا بامتياز. دعيك من كل الأصوات النافرة التي كانت تطاله والتي ممكن أن تطاله الآن بعد استشهاده وارتقائه إلى الرفيق الأعلى، فنحن هناك كثير من الصهاينة الداخل في لبنان وفي الوطن العربي يعني، ولكن هذا الرجل ما قدمه إلى لبنان قدم الكثير، قدم الكثير في حياته وقدم الكثير في استشهاده. بس أود أن أقول لك، وإن كان اللسان لا يمل بالحديث عن سماحة الأمين الشهيد، ولكن دعني أقول لأستاذنا في الاستوديو وأؤكد على فكرة
أن ترامب وما قاله في هذا المحفل الانتخابي قد حسم الصراع وقد حسم السباق الرئاسي. الجريمة التي أقدم عليها نتنياهو وحكومته المجنونة بالأمس باغتيال سماحة السفير العام لحزب الله سيد حسن نصر الله إنما يقدم خدمة جليلة للرئيس ترامب. نحن ترامب ليس الرئيس المفترض، الرئيس المقبل هو الرئيس المقبل، لأن هذه العملية وتداعيات استشهاد الأمين العام واغتيال الأمين العام أصبح دمه ناخبا أساسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إلى هذا الحد كان يعني ذهب غي اليهود وغي الصهاينة في وكل وإذا عدنا إلى التاريخ كل كره بجدك كل كره بالكرار. ألم يكن علي بن أبي طالب من فتح حصن خيبر؟ أحسنتم أستاذ خليل، سأعود لك. وسيكونوا أبناء السيد حسن نصر الله، أحفاد السيد حسن نصر الله، من يفتحون باب خيبر القائم حاليا وهو الكيان المؤقت. أحسنتم. واقتلاع هذا الكيان. أحسنتم أستاذ نبيل. اليوم ليش هذا الوقت بالتحديد لفتح جبهة الحرب مع الكيان؟ 2006 وانتصر حزب الله، 18 سنة مرت، عاد بعد سنة تكتيكية مع غزة واقتحام غزة بهذا التحديد وغيرها من الأمور جرت إلى اليوم، ليش هذا التوقيت بالتحديد رؤيتكم وتحليلكم؟ أكيد مدلولات الوقت والمعنى كبيرة جدا. اليوم هنالك تكالب، هنالك هجمة بربرية غريبة عجيبة على الدين الإسلامي، علينا إحنا كمسلمين من شتى بقاع العالم. وتدرين كانت هنالك مؤامرة كبيرة على قتل الإنسان العربي والعروبي حينما يعني تدس الصحافة الصفراء وحتى الصحافة السمار دي سميها العربية العبرية، هي اسمها عربي لكنها في مضمونها صحافة إسرائيلية تروج للكيان الغاصب. وتروج، لكن أنا أشوف من أوقف قضية التطبيع هي المقاومة وهذه الدماء الزكية الطاهرة، يعني كانت العملية ذاهبة للتطبيع. كثيرة من الدول كانت يعني موقعة على التطبيع، لكن اليوم حينما الراجع قبل أيام كان محمد بن سلمان يتكلم، ولأول مرة أنا أرى بهذه الجرأة يتكلم بأنه لا تطبيع مع الكيان الصهيوني، إذن أن هنالك مراجعة حصلت، مصالح أيضا. أكيد مصالح، ولذلك أنا أعتقد هذه التراتبية في الأمور بدأت نتلمسها إحنا كمطلعين وباحثين في هذه الشؤون. يعني أنت قلت الأمور علنا صارت. أكيد، وهذه اللي نشوفها إحنا هي لبنان هذا البلد الصغير جغرافيا ومساحة بدأ يصدر الكرامة والكبرياء والإباء والشموخ لأمة المليار ونص مسلم أستاذة. ولذلك إحنا اليوم خلي نشوف ونعرف أمام نتنياهو وأمام الرد أمام أمريكا. نتنياهو في الجمعية العمومية شفتي كان هنالك كذب تراتبي بحيث الموجودين كلهم طلعوا من القاعة. إيران والعراق وسوريا، لبنان أخرجها من الخارطة. ولذلك شفتي حتى العملية كانت محسوبة وكان سواد على هذه الخرائط وتارك الخريطة ذيك باعتبار أنه مسيطر عليها وأن هنالك الأمور محسوبة. نفتخر أنه يخشانا اليوم. أكيد نفتخر. أكيد هو فخر. أكيد. أستاذ خليل، هل سنشهد تغير في خطاب المقاومة بالأيام القادمة؟ سيشتد قوة. هكذا باختصار، بس دعيني أقول لك أن اليوم هو يصادف 28 أيلول 2024. قبل 54 عاما اغتيل جمال عبد الناصر في 28 أيلول 1970. نحن علينا قراءة التاريخ صح. أما بالعودة لخطاب المقاومة سيكون أشد وأشد إصرارا، وسيرى الأعداء والخصوم بأسا لم يروه من قبل. طيب استشهاد السيد هل سيوقف جبهات الشمال بالقتال؟ ازدادت حماوتها بعد إعلان الاستشهاد.
ازدادت حماوتها. بالتأكيد قلت لك أننا مقاومين على الجبهات وفي الصغور وعلى المرابط صليات الصواريخ، قد يكونوا قد اهتزوا داخليا وشعروا بالأسى والحزن على فراق أبيهم، ولكن إنهم لأنهم أوفياء له سيستمرون، لا يمكن أنهم أن يتراجعوا، لا يمكن لهم أن يتراجعوا سيدتي، لا يمكن لهم أن يتراجعوا. قلت لحضرتك نحن أمام دخلنا مرحلة جديدة، استشهاد الأمين السيد الأمين، هذا الاستشهاد سيغير وجه العالم، قد يتأخر، قد يتأخر بعض الناس لرؤية هذا التغيير، ولكنه سيغير وجه العالم. علينا أن ننتظر، علينا بالصبر، وفي محكم الكتاب وقال وبشر الصابرين. طيب علينا أن نكون صابرين، علينا أن نكون صابرين. نعم. من صبر ظفر ومن لج كفر. لا يمكن أن يكون هناك ردة فعل سريعة. العدو ارتكب خطأ وخطيئة ستخرجه من العالم، ستخرجه من العالم، لن يستطيع أحد من بعد الآن حمايته. طيب أستاذ خليل، وكما كان يقول نعم. سماحة السيد سوف نأتيكم من حيث لا تحتسبون. أحسن. طيب شهادة مساعد العام للقائد الحرس الثوري لشؤون العمليات في العدوان على الضاحية، اختلاط الدم ماذا يعني؟ أن النهج واحد والهدف واحد والمصير واحد والانتصار واحد. أحسنتم. وهذا ما حدث باختلاط الدم الشهيد أبو مهدي المهندس والقائد الحاج قاسم سليماني. وكأني تاريخ يعيد نفسه، وكأني أرى الصورة نفسها والسيناريو نفسه والتاريخ يعيد نفسه، وهذه الأحداث هي نفسها بالتراتبية، والأحداث علمتنا بأن هذه القافلة من الشهداء تمضي لكن تبقى المعنويات، تبقى الروح الجهادية. نعم. تبقى المقاومة في أبهى حالاتها، يعني لولا الدعم الأمريكي لا محدود لما بقي شيء اسمه إسرائيل أو الكيان الغاصب، لكن هذا الدعم الغير مسبوق هو الذي يعني مثل ما يقولون موقفها على رجليها لحد هذه اللحظة. شو وقت ما ينشال الدعم تنتهي هذه الدولة اللقيطة وينتهي هذا الإجرام الذي حصل. يعني هل جبهات الإسناد ما المطلوب منها الآن؟ حقيقة أتكلم بواقعية، نحتاج إلى يعني توجيه أن تكون هنالك رؤية وحدوية في، وهي موجودة الرؤية، ولكن أن تكون هنالك فلسفة في التعاطي مع هذه الأحداث، فلسفة في إيجاد رؤية واحدة وتصور واحد. اليوم أنا أشوف حتى لبنان هذه الفرصة خلي توحدهم، يعني كانت هنالك في لبنان كان من لا يتعاطى مع حزب الله، وكانت هنالك أصوات نشاز تخرج وتقلل من قيمة هذا الحزب، وتذكرين كانت هنالك مع الأسف لم تكن هنالك وحدة حقيقية. أنا أشوف هذا اليوم يجب أن تكون هنالك وحدة حقيقية في التعاطي مع هذه الأمور. ما عادت أنصاف الحلول تجدي مع هذا الكيان الغاصب، لأن هو يعيش على الأزمات. وأنا أتذكر أول رئيس إسرائيلي يقول قوتنا في تمزيق الدول العربية وتمزيق الداخل، بن غوريون يتكلم بأن يجب أن نفتت هذه الدول، ليس قوتنا في أن نمتلك سلاح نووي أو قوتنا. ولذلك يجب أن تكون وحدة قرار، يعني كل ما تكون وحدة موجودة، يعني على سبيل المثال حماس وفتح، حينما تكون هنالك وحدة سيتعاطى الكيان مع قوة قرار، ليس التعاطي مع الأزمات والتقسيم. اتطرق ضيفش إلى قضية جدا مهمة، من 48 اليوم احنا مرينا بكثير من الويلات والحروب، مرينا حتى بقطار كانت مفاوضات تسمى ما تسمى المفاوضات من كامب ديفيد إلى أوسلو، وين النتائج؟ حتى الدول اللي طبعت، مصر غير مصر، الأردن، شنو اليوم؟ شوفي اللي دا يصير في مصر، شو دا يصير في عمان؟ هنالك نقمة شعبية غير مسبوقة، وهنالك هؤلاء ليسوا في مأمن إن لم تكن هنالك رد، عفوا إعادة في أن تكون هنالك علاقة مع الشعوب، وأن لا يكون هنالك تماهي مع الكيان الغاصب. ما عاد الرمي بأحضان أمريكا،
والكيان الغاصب يجدي نفعا، لأن المتغطي بأمريكا هو عريان مكشوف، ولذلك أعتقد يجب أن تكون مراجعة من قبل المطبعين والذين لحد الآن أوقاف مواقفهم خجولة جدا، على القادة أن يراجعوا أنفسهم قبل أن تنقلب عليهم شعوبهم، وبالتالي سيدفعون الثمن كبير جدا والضريبة كبيرة جدا. شوف رأي أستاذ خليل القاضي بجبهات الإسناد، ما المطلوب منها الآن؟ كما قال ضيفك، العمل، ولكن العمل بهدوء، والرد سيكون مزلزلا وصاعقا. سيكون هناك خطوات يقوم فيها جبهات الإسناد، لا يعرف العدو من أين تأتيه الضربة. لا شك بأن هذه المرحلة بالتحديد، خاصة بعد استشهاد سماحة الأمين، تتطلب هدوءا وصبرا وبصيرة. يعني لا يمكن الانفعال. قلت لك أن المصابة جلل، والواقع على النفس ثقيل جدا، ولكن يجب أن يكون هناك صبر وهدوء وتأني، ولكن هناك أيضا مترافق هذا الهدوء والتأني بحزم وشدة، ولكن لأن هذا العدو لا يفهم غير بلغة القوة. لبنان لم يكن أحد في القوى الدولية يقيم له وزنا لولا قوة المقاومة. أنا أقول المقاومة في لبنان جعلت لبنان كلمة عليا عند العالم. يأتي العالم ليفاوض لبنان وليتحدث مع لبنان. لماذا؟ هل لأن لبنان قوته في ضعفه، ولا لأن قوته في مقاومته؟ أكيد. طيب أستاذ نبيل، يعني ما حدث في يوم أمس في الضاحية، يعني كمية إجرامية كبيرة جدا بغارات متسلسلة ومستمرة في الساعة 11 غارات، ولأماكن، وأيضا هو الكيان كان إلى خطاب بعدها حذر بأنه المباني الخاصة للحزب الله أنه سوف تستهدف، لكن اليوم انتشرت فيديوهات لأماكن فارغة استهدفها. إذن محاولة ترعيب، وسيد المقاومة هو سيد الحرب النفسية، كان هو من كان يقود حرب نفسية ويرهب العدو بكلمته كل مرة. اليوم أكيد المقاومة راح تكون بنفس الطريقة برأيك؟ لا، بل ستتصاعد كما قال ضيفكم الكريم، وستكون هنالك زلزال. مرات الألم أستاذة يولد انفجار، وهذا الانفجار غير مسيطر عليه، ولذلك أنا أعتقد الذهاب إلى الوادي بهذا المنعطف صعب جدا أحد يتخيله. الحدث جلل، ردة الفعل، يعني كل فعل إلى ردة فعل، صحيح، ستكون غير مسبوقة، والتعاطي معها سيكون غير مسبوق، ولذلك قلت لك الساعات القليلة القادمة ستنبئ بأمور غير وليست بحسبان الكيان الغاصب، وأعتقد أن المفاجآت ستكون مزلزلة. وزير الخارجية الإيراني تكلم عن العدوان يوم أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت، ويظهر أن هذا العدوان الكيان الصهيوني هو أكبر تهديد للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. يعني حينما نشخص أن تهديد للسلم والأمن يجب أن يكون فعل كبير وجبار، حينما نشخص أن هنالك من يهدد السلم الأهلي يجب أن نتعاطى مع هذا الفعل. يعني اليوم أنت تدرين حضرتك رئة المقاومة استهدفوا، يعني خلينا نسلم جدلا أن رئة المقاومة حسن نصر الله استهدفه، لكن الرئة حينما تستهدف أعتقد أن هنالك ستكون ردة فعل زلزالية. وأنا بتقديري القادم ليست فقط شعارات واستنكارات، ستكون ردات فعل غير محسوبة، وستكون هنالك أمور ليست حتى في متخيلة أن الكيان الغاصب يعني يعتقد بأنه هذه ستكون انفعالات وستنتهي. لا، هذه ليست انفعالات، ستكون زلازل حقيقية خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ نبيل العزاو، باحث بالشأن السياسي بالاستوديو، وأكيد الشكر موصول والتعازي الحارة للسيد خليل قاضي الباحث بالشأن السياسي من بيروت. شكرا لانضمامكم لنا. شكرا. أكيد التغطيات مستمرة على رأس كل ساعة من الأيام الفضائية. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.